هنايا وهي كان كنسالو لي كارت ديال لي زافيرو وكان قادو لا ليس ديال لي زافيرو ديال لي زافاكونس. يعني ملي كيتقدم عندك على زيرو خصو يدير لك مثلا بلا كارت، خصو يدوز بلا كارت باش كندير ليه انا البوانتاج ديالو في السيستم. كيفاش كتم العملية؟ كتم العملية هي كناخدو الحبة ديال لا كارت كندخلو فيها لي دوني ديال الشخص اللي هو منخرط معانا، كندوزو في البوانتاج باش نعرفو شحال عدد الأشخاص اللي معانا. ما كاينش شي مشكل مع شي منخرطين؟ كيكونوا مشاكل عاديه، ماشي فقط عاديه وصافي، وكنتعاملوا معها بطريقه مزيانه. انا بالنسبه للشائعه اللي كتقول بان هذا المحل تدرج فيه بعض الامور اللي هي غير انسانيه وغير دينيه، فانا حتى باش نرد عليها غنخسر غير الوقت ديالي. تنقول اللي كيتكلم هذا الكلام هذا الا عنده شي بينه فياتينا بها، الا ما عندوش شي بينه فمن الاحسن ديالو انه يتوارى ويبعد على الناس اللي باغيين يخدموا، يخلي القافله تسير بدون من اي خلق اي بلبله او تعثر. وهذا ما غيتنيناش على باش نبقاو نزيدو ونقومو بما يمكننا القيام به من اجل انجاح ومتابعه السيروره ديال هذا المكان الجميل اللي كنفتخروا به حنا كصيدله المنيا القرى. نادي صيادلة مدينة القنيطرة يرفض رفضا باتا كما قلنا انه تكون هناك ممارسات لا اخلاقية بهذا النادي هذا، خصوصا بما قيل ان هناك بيع خمور الى غير ذلك. فهذا لهذا اللي عنده اللي قال هذه الهضره هذه يجي ويثبت لنا هذا الكلام هذا. النادي هذا معروف منذ سنين كما تنقول بالاخلاق ديالو بالانضباطات ديالو، يعني جميع النظافه السيرفيس دي جي تيجي وتيشوف وكل واحد تيجي تيشوف ان النادي هذا في المستوى الراقي، وخصوصا نعاود ناكد كلمه اخلاقي. وحنايا كما تنقول لك حنا في دوله دينيه وترفضوا رفضا باتا في هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور سامي سهيل صيدلاني بمدينة القنيطرة وأمين مال النقابة. احنا الان متواجدين بنادي نقابه صيدله مدينه القنيطره اللي كيتعتبر نادي مختص للصيادله واللي كينفتح على شريحه واسعه من المواطنين. الموارد ديال النادي ولا ديال النقابه تتشكل بصفه اساسيه من اشتراكات ديال الصيادله وكذا اشتراكات ديال المنخرطين اللي كينخرطوا معنا في النادي. هاد الخراطات اللي يعني اللي كيتجمعوا ديال الاخوان الصيادله ديالنا ولا ديال المنخرطين يعني كتخصص بشكل كبير لهذا النادي، يعني اصلاحات المرافق وتجديد المرافق وكذا، اصلاح جميع الاشياء اللي يمكن الاصلاح ديالها واللي يعني اللي كنلقاو فيها اشكاليه وسط السنه. كما جيتو شفتو بان ما كاين لا مخدرات لا شيشه لا خمر
وعندنا حراسه يعني مشدده في المدخل ديال الباب، يعني الزوار كاملين بدون استثناء كيتقلبوا الحقائب ديالهم من اجل الراحه ديال يعني الاخوان المصطافين اللي كيجيو للمسبح والصيادله ديال مدينه القنيطره. وشكرا وتنشكر المكتب المسير الاعضاء 11 بهم وكذا نقابه صيادله مدينه القنيطره على الثقه اللي وضعوها في هذا المكتب. وشكرا. هنايا اولا كيفاش داير الاجواء هنا داخل الناس زوينين، الناس زوينين نقيين الحمد لله. حتى الاداره اللي خدامين مع دار الصيادله ناس مزيانين واعيين تيتهلاو فينا وداك الشيء، والكليان هما تبارك الله تيدخلوا الناس نقيين الحمد لله. ما كاين حتى شي مشكل عندي انا الكليان، تنحاول نعلم الانسان كاع اللي تيجي لهنا باش نتهنى انا نيت انا في الخدمه ديالي الحمد لله. هذا الشيء اللي عطا الله. كاين شي مشكل مع الرواد ديال لا والو، ما كاينش مشكل كاع في الداخل. الناس ولاو تيعرفوا الطريقه ديال الخدمه ديالنا ولاو تيحترمونا شويه تيحترموا التعاليم ديال معلم السباحه اللي هو الرئيس. هذا الشيء اللي عطا الله.